الأوروبية بوجه عام والإنجليزية بصفة خاصة. ضيفنا الذي تم ترسيمه داخل جامعة الفاتيكان ليكون قسا ويساهم في نشر المعتنق الكاثوليكي مضت به أقداره إلى وجهة أخرى. ضيفنا لا نعرف اسمه قبل اعتناقه الإسلام، ولا نعرف اسمه ببساطة لأنه رفض رفضا باتا أن يجهر باسمه قبل الإسلام، واحترمنا رغبته خلافا للنظام المتبع في برنامج لماذا أسلموا، لكن لابد أن نحترم رغبة الضيوف. لنقل إذن القس السابق أحد أشهر مساعدي بابا الفاتيكان السابق يوحنا بولس الثاني، المفاجأة أنه اعتنق الإسلام وتسمى باسم إدريس توفيق. وربما تكون مع إخوتنا في الكنترول بالضبط هذه هي صورته بعد أن اعتنق الإسلام. ما قصة إدريس توفيق المساعد السابق للبابا يوحنا بولس الثاني، والذي بارح الحياة اللاهوتية والبابوية واختار أن يعتنق الإسلام دينا؟ تعالوا نقرأ الرحلة من بدايتها. ولد إدريس توفيق في شمال إنجلترا، وتربى في رحاب طفولة سعيدة للغاية، لم يكن ثمة ما يعكر صفوها. كانت الأسرة كاثوليكية، كاثوليكية حتى النخاع. في سن مبكرة وبسبب نبوغه ومسارعته إلى التعلم والاستزادة من التعلم، أصبح عضوا في النظام الديني الكاثوليكي. عاش في السلك الكهنوتي بوصفه راهبا. كان يعلم الأطفال، يعلمهم الأقانيم الثلاثة، ويعلمهم الأناجيل، ويعلمهم ما قدر له أن يتعلمه هو. لكن طموحه تجاوز بكثير أن يعلم أطفالا. قرر أن يسافر إلى روما وأن يحصل على دورة تدريبية على أعلى مستوى ليرسم قسا في رحاب الفاتيكان. وبالفعل توجه إلى روما وبدأ السلك التدريبي لإتمام مهمته في الفاتيكان. درس الفلسفة ودرس اللاهوت في مظانه ومصادره، وأدرك عقائد القوم إدراكا محيطا فيه نوع من الإحاطة. تم ترسيمه كما ذكرنا ليصير كاهنا، وبالفعل التحق مباشرة بسلك الخدمة للبابا يوحنا بولس الثاني، عمل مساعدا لما يسمى بالخدمات الدينية. ثم عاد إلى بريطانيا بعد أن تلقى في جامعة الفاتيكان هذه الدورات التدريبية الوعظية التبشيرية المتطورة. عمل في إنجلترا أو في لندن قسا لمدة 8 سنوات، 8 سنوات وهو يعمل قسا في إنجلترا التي كانت يوما ما إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس كما وصفت. بدأت أسئلة تتولد داخله، وسرعان ما تطورت هذه الأسئلة إلى شكوك. هل ما تعلمه وما تلقاه في الفاتيكان في أروقته هو الحق الذي لا خطأ معه، وهو اليقين الذي لا باطل في تضاعيفه؟ بدأت أسئلة الحق تومض وتبرق في شاشة الوعي. لم يعد مقتنعا بما تلقى، ومن ثم لم يعد مقتنعا بمهمته الكنسية اللاهوتية. وإذا لم يكن هو في ذاته مقتنعا، فكيف به يستطيع أن يقنع الآخرين؟ وعلى طول خدمته في أروقة الفاتيكان
واقترابه من البابا السابق البابا يوحنا بولس الثاني الذي رحل عن الحياة سنة 2005، ظلت الأسئلة تتراكم داخله شيئا فشيئا، وظلت الشكوك تتعاظم بين حناياه شيئا فشيئا. قدم في زيارة سريعة إلى مصر، لم يكن للزيارة أي أهداف رعوية أو وعظية أو تبشيرية، على العكس كان يبتغي بهذه الزيارة القصيرة لمصر أن يتعرف إلى الحضارة الفرعونية، وأن يأنس شيئا من الرفاهية أو شيئا من الراحة أو شيئا من المتنفس من هذه الضغوط التي كان يعانيها بتأثير الأسئلة الشائكة التي لم يستطع عقله ولا ضميره ولا وعيه أن يجيب عنها. طيب.